مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم ببان الخير. وزي ما وعدنا حضراتكم إن برنامج ببان الخير هيكون دايما دايما بإذن الله وش الخير، ودايما هندور على النماذج المشرفة واللي نتشرف إنها تكون موجودة معانا. وبناء عن طلب حضراتكم بنكمل حلقات لينا سابقة قبل كده. كان معانا في حلقة قبل كده أستاذ عادل زيدان رئيس مجلس إدارة شركة أفرولاند لإدارة المشروعات، وكلمنا قد إيه الشركة فيها نخبة من الشباب والشابات وطبعا الخبرة، بس هو أكد قوي إن الشركة قائمة على سواعد الشباب دول. وشرفنا في حلقة سابقة قبل كده إن إحنا كان معانا نموذجين. النهاردة بنكمل حلقتنا مع نموذج، واسمحوا لي اقول عليه نموذج وهتعرفوا ليه، كان موجود معانا قبل كده استاذ اكرم حموده، او المهندس بقى نقول اكرم حموده مدير المشروعات. منورنا يا استاذ اكرم. اهلا وسهلا بيك يا استاذ شيرين. الجديد معانا النهارده المهندسه عبير الخطيب مديره مشروع غرب المنيا، واحدى احدى الشابات بقى او السيدات اللي قائم عليهم فعلا مشروع غرب المنيا. اهلا بيك يا استاذه شيرين، اتشرفت بالدعوه الكريمه. انت اللي شرفتينا. اسمح لي يا باشمهندس ابتدي بالمهندسه عبير. يعني المنيا وسيده دي صعبه شويه، يعني الاول عرفينا بنفسك كده او عرفي الساده المشاهدين وليه اخترتي غرب المنيا ان انت تبتدي فيها مشروعك. انا عبير الخطيب، مهندسه زراعيه زراعه عين شمس، والكل يعرف، اللي يعرفني يعرف ان انا ابتديت من وقت مش قريب في الصحراء في استصلاح الاراضي. انا بحب شغلي جدا، بحب مجالي، بحب تاسيس المزارع، شغلي بشكل عام. انا بنبسط لما بشوف الصحراء بتتحول من ارض ميته لارض فيها حياه، فيها كل انواع الحياه. انا بنت الريف من إحدى قرى محافظة سوهاج، ومقيمة في اسكندرية، وشغلي في كل مكان محتاج عمار في مصر. يعني أنا سعيدة جدا، اسمحي لي بقى أكلم مدير المشروعات. المشروعات كم مشروع عندك يا باشمهندس أكرم؟ إحنا عندنا في شركة أفرولاند إدارة المشروعات عندنا ما يقلش عن 200 مشروع أو أكتر من 200 مشروع في جميع محافظات مصر، من أول المغرى والطريق مصر اسكندرية الصحراوي، وادي النطرون، إسماعيلية، فيوم، لغاية لما نوصل للمنيا، وفي الواحات. مشاريعنا كتيرة جدا، تمام، ابتديناها برضو من الصفر، من أرض صحراء صفراء، تمام. حضرتك المرة اللي فاتت كنت بتكلمنا بداية مشروعك في الشيخ زايد، تمام، وكانت صحراء وما كانتش داخل حيز عمراني. ممكن نكمل من الفكرة دي من هنا؟ مفيش مشكلة. احنا ابتدينا ان احنا قلنا ازاي ابتدينا من الصفر خالص، ان احنا حفرنا الابار وشقنا الطرق وعملنا البنية الأساسية للمشروع من شبكات المية والمحابس وتسميد وتقليب الأرض، وجبنا المعدات بتاعتنا اللي هي الحفارات والجرارات واللوادر، وعملنا تقسيم برضو باستخدام المهندسين المساحين، وبنعمل الخرائط بحيث نقيس المساحات ونخطط شكل المشروع يبقى شكله ازاي، بحيث ان هو يبقى شكله منظم ومنسق. وابتدينا بقى نزرع ونبني للناس، ونشتغل في مباني سكنيه ومباني مشروعات زي مشروعات المواشي ومشروعات الدواجن. والحمد لله درنا مشروعات وطلعنا منها انتاج ولغايه التسويق بتاع المنتج. ساعدنا الناس وهم ساعدونا برضو في ان احنا خلقنا من الصحراء حاجه يعني نقدر ناكل ونعيش ونشرب، يعني ناكل ونشرب منها ونعيش لينا ولاولادنا، تمام. وكلنا بسواعد كلها من اول رئيس مجلس الاداره شباب
الإدارة كلها ما فيش حد يعني عنده سن 50 ولا 60، لا كلنا أقل من في السن ده. الحمد لله يعني ماشيين بفكر كلنا يعني واحد مع بعض، وهدفنا واحد، فده اللي ساعدنا ان احنا نحقق الاحلام بتاعتنا. يعني حضرتك بتقول عندي 200 مشروع، كم مشروع بطلته؟ اسمح لي طبعا جزء كبير تحيز وانا هرجع لعبير، في كم مشروع بطلته سيدة؟ بطلته هي مشروع واحد حاليا، تمام، وهو اكبر مشروع برضو من المشاريع الكبيره، مش الصغيره، تمام، وهي احد مشاريع المليون ونص فدان. طبعا بطلتنا مهندسه عبير ب 100 راجل، ربنا معاها يعني، واحنا في ظهرها وبنساندها. هي ما شاء الله عليها، عندها طاقه وقدره تحمل عن اي يعني شاب او سيده تخش في مكان في الصحراء بالزبط. وتشتغل وتدير وبفكر علمي ويعني بكل ما تملكه بمصداقيه وبقلب صافي، ان هي تحول بتاعت الارض دي كانت من الموقع بتاعها. في حاجات في حاجات من الحاجات اللي احنا الحلقه اللي فاتت كان في حاجات من موقع المنيا، وفي حاجات كانت بره موقع المنيا، تمام، واللي هيجي النهارده المفروض الصور كلها اللي هتيجي النهارده هتبقى كلها من مشروع المنيا. اسمح لي طبعا اشكر حضرتك انك يعني اشدت بسيده، دي طبعا اقل حاجه. ده اقل حاجه والله، اقل حاجه قلناها يعني. انا مهما اتكلمت تيجي يعني، انا لو قلت لحضرتك قلته ده هيقول لك ايوه بقى ومتحيزه والكلام ده كله. لا لا بجد، هو اللي يعني اللي يروح هناك هيشوف ان شاء الله لينا حلقه هناك ان شاء الله. تنورونا ان شاء الله ان شاء الله عشان الناس تشوف اللي احنا بنتكلم عنه. تتفرجوا ازاي الارض من مفيش خالص، تمام، صحراء جرداء، الا ارض فيها حياه وفيها نبات بيطلع، وورده وزهر وورقه خضراء في وسط الصفار اللي احنا شايفينه ده يعني. انا حاسه ان استاذ عادل يعني، انا اشرف بمعرفتي باستاذ عادل من حوالي 6 7 سنين، كان دايما يتكلم يقول لك احنا كفايه ان احنا بننفذ امر الله في الارض، تمام، ونعم بالله، يعني احنا اتخلقنا علشان نعمر الارض طبعاً. انا حاسه اني والله بجد لما بقابل الحمد وببقى سعيده جدا اي حد من حضراتكم، ان دي قناعه مش مجرد كلمتين بنقولهم، ان من كتر ايمانه بالموضوع نقله لكم، فانتوا بالتالي بتنقلوه للناس، تمام. فبجد انا سعيده جدا. نرجع لعبير، عبير في المنيا سيده وفي غرب المنيا بتدير مشروع انت بيعمل يعني معاكي، مش هنقول بيعمل تحت ادارتك، معاكي كام حد في المشروع ده اشخاص، وهل فيهم سيدات تانيين غيرك ولا لا؟ انا السيده الوحيده في غرب المنيا. ممكن يكون طبعا، خلينا نقول برضو علشان ما نهدرش حق حد، ان كل راجل برضو موجود في الموقع اكيد فيه ست في البيت بتربي الاولاد وبتاخد بالها منهم، بس دي مهمه طبيعيه لكل ست. لكن خلينا بقى في اللي مش طبيعي، احنا برنامجنا بندور على النماذج اللي مش طبيعيه. انا اظن ان شغلي ده طبيعي، مناسب لطبيعه شخصيتي ولطبيعه مجالي اللي انا بحبه ولطبيعه بيئتي وتربيتي والبيئه اللي انا نشات فيها، بيئه زراعيه فلاحيه بحته. فكوني انتمي للارض ده شرف ليا، وكوني انتمي لشركه افرولاند برضو شرف ليا. مهندس عادل زيدان هو اللي ادانا الثقه، وهو انا دايما بقول له انه دايما مش هيفضل غير فريق المخلصين، وانا اخص بالذكر دايما في كل اجتماعاتنا بقول للمهندس عادل زيدان انه على راس فريق المخلصين المهندس اكرم حموده. هو حقيقي رجل كل المواقع ما شاء الله، يعني مش اطراء مدير. في مدير او زميل يسبقني خبره وعمل في، لكن دي حقيقه. اكرم لما بيتنقل من مشروع لمشروع تاني عشان يخلص فيه خدمه، المشروع اللي هو سابه بيتعطل، لانه هو حلقه وصل بين كل المشروعات وبين الشركه الام، فهو دايما في نشاط ودايما. هو احنا بنتمنى يكون وجود استاذ عادل معانا، لانه كان المفروض يبقى موجود معانا. يا ريت يا استاذ محمد تحاول تعمل لنا
مداخلة لأنه لازم يكون موجود معانا في حلقة زي دي. ده شرف لينا طبعا. تواصل القائد بتاعنا يعني. لا أنا حابة حالة الحب والود والصداقة دايما بنبقى عارفين يعني. ده في مثل معروف أو اللي هو عدوك ابن جارك مثلا، أو دايما الناس أخدة فكرة أن نظام الشغل بيبقى كله نفسنا. يعني أنا بجد حاسة أن أنتوا عيلة كبيرة. لا خالص، احنا ما عندناش موضوع النفسنة. واخص برضو في مشروع غرب غرب المنيا، لانه عشان احنا لينا هدف واحد، هدفنا ان احنا نعمر الارض. هدف تعمر الارض، فهتلاقي انت هدفك زي هدفي، لينا في ايدين بعض هنطلع. المهم النتيجة، مش مهم طلع باسم مين. اللي له هدف اخر هو اللي بيكون منافسنا. تمام. لذلك احنا هدفنا الوحيد هو واحد، اعمار الارض. اتنين، نرفع من شأن الشركة اللي اخدت على عاتقها ان هي المهمة دي تكون مهمتها في الأماكن الصعبة وكل التحديات، وتكون رقم واحد في مشروع قومي. طبعا دي حاجة مهمة جدا. أول مشروع خدمي كان باسم أفرولاند، محطة مياه شرب لخدمة منتفع المشروع. حتى يومنا هذا المحطة بتقدم خدمة مجانية لمنتفعي مشروع 1.5 مليون فدان، ايا كان مين، حتى لو مش تبع اراضي شركة إفرولاند. لا 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 خالص. لا لا خالص. كل من وجد في الموقع، في الموقع في المنيا، في محطة تحلية مياه شرب، تمام، لكل اللي ايه بيشغلين في مشاريعهم، تمام، بيجونا يشربوا، ياخدوا يملوا مية حلوة ليهم يشربوا منها، بدل ما ينزل 60 كيلو لأقرب مدينة أو أكتر من 60 كيلو لأقرب مدينة عشان يجيب مية حلوة. وإحنا عارفين إن المية هي اللي بيبنى عليها الحياة يعني. اللي بتعمر بيها، طالما المكان ده موجود في، كان العرب زمان بيستدلوا على الأماكن اللي فيها مية عشان يروحوا يقعدوا فيها. تمام. كانوا بيستدلوا من الطير. تمام. طب إيه اللي أنت يا باشمهندس اتفاجئت بيه في غرب المنيا، بما إن معانا مهندسة عبير، فهيبقى معظم تركيزنا النهاردة على غرب المنيا. ايه اللي رحته بعد فترة من تولي أستاذة عبير الخطيب مشروع غرب المنيا وتفاجئت بيه، ما كنتش متخيل انه هيبقى موجود؟ طبعا انا عارفة انك عندك علم على طول بالحاجات للإمداد والحاجات دي، بس اللي يسمع زي ما بنقول غير اللي بيشوف. لا انا كنت متوقع ان مش هنطلع من هناك خيار. اشمعنى خيار؟ يعني عشان الملوحة بتاعت المية تمام عالية، فكنت متوقع استحالة انه يطلع مع الصوب اللي اتعملت، تمام، طبعا باشراف المهندسة عبير، ان هي نطلع انتاج خيار ونسوقه كمان في السوق ويطلع منه منتج يعني، ونشغلين فيه. اقول معلومة وشهادة حق امام الله، انا خدتم الخيار بتاع المرة اللي فاتت. انا طب ايه رأيك؟ انا لسه عايز اقول معلومة والله العظيم. انا الخيار هو طبعا خلص، بس عايز اقول انه الحد يمكن اول امبارح انا نسيته او حاجة في التلاجة، والله ما جراله اي حاجه. ايوه لانه معمول اورجانيك. هي بقى تتكلم عنه. بس احنا قبل ما نكمل معانا المهندس عادل زيدان، رئيس مجلس اداره شركه أفرولاند لاداره المشروعات. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك يا فندم. احنا معانا يعني ايه ابطال، او جزء من ابطال مشروع حضرتك اللي كلمتنا عليه قبل كده، عشان الساده المشاهدين يكونوا عارفين ان احنا ما بنقول كلام، لازم كل الكلام يكون من ارض الواقع. معانا المهندسه عبير الخطيب والمهندس اكرم حموده، وكان نفسنا تبقى حضرتك موجود معانا، بس يكفينا تليفونك النهارده. ربنا يبارك في حضرتك. اولا يعني انا بمسي على الساده المشاهدين، وبمسي على المحترم المجتهد مهندس اكرم حموده مدير مشروعات شركه أفرولاند لاداره المشروعات. اهلا وسهلا بيك يا باشمهندس. وبمسي على البطل بتاعنا الاستاذه عبير الخطيب مدير مشروع غرب المنيا ضمن مشروع 1.5 مليون فدان. طبعا مساء الخير يا فندم. الناس دي مهما الواحد يتكلم عن شغلها وعن اخلاصها، الواحد يعني مش هيديهم حقهم. لكن برضو خليني اقول لحضرتك ان انا طبعا بحيي شركه الريف المصري على المجهود واللي هي بتعمله، والحافز اللي بتديهولنا كلنا عشان نشتغل وعشان نعمل نموذج يكون يعني بديرة أمل ونفذة أمل لكل المشاركين والمنتفعين في مشروع 1.5 مليون فدان، سواء كان في المغرى أو كان في غرب المنيا. طبعا اللي بيحصل ده بيأكد أن رؤية القيادة السياسية كانت رؤية ثاقبة، رؤية
طبعا كانت رؤية حقيقية واجبة التنفيذ. انطلقت من عشان توفر فرص عمل وعشان خاطر نبني مجتمعات عمرانية جديدة. طبعا المجتمعات دي طبعا هي مجتمعات عمرانية ومجتمعات زراعية في المقام الأول، يقوم عليها مجتمعات صناعية تصنيع الزراعي، يقوم عليها مجتمعات عمرانية جديدة تجمع ما بين ابن الريف الوافد وابن البادية المقيم، وده بيعمل نسيج مجتمعي جديد وبيدينا أمل في إن إحنا نبني بلادنا جنبا إلى جنب مع الحكومة. فطبعا يعني ده طبعا بأكد إن رؤية القيادة السياسية كانت رؤية في مكانها، وإن شركة الريف المصري لا يعني مش سايبة حد ومعانا ومع الناس وبتشجع الناس إنها تشتغل. أحب برضه أوجه كل الشكر والتقدير لكل العاملين بشركة أفرولاند لإدارة المشروعات، الشباب المحترم، احنا كلنا شباب بنشتغل مع بعض، اصحاب مكان، مفيش حد في الناس دي الشركه شركتهم والارض ارضهم والمشروع مشروعهم والحلم حلم الناس. وكل الموجودين في شركه افرولاند من سواء من مديرين او من موظفين او من عاملين الارض، كل واحد فيهم ليه تقديره الخاص عندي، وربنا سبحانه وتعالى يقدرنا ونعمل حاجات كويسة لبلدنا ولينا، ونعمل حاجة ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعلها في ميزان حسنات الناس اللي شغالة فيها معانا، ونكون نموذج شبابي محترم يحتذى به. نقول للناس الشباب المحترم برضو اللي هو قد ينتابه اليأس في مرحلة من المراحل، أو مثلا شايف إن هو ما يقدرش يعمل حاجة، لا إحنا تقدر تعمل كل حاجة. البلد مليانة شغل، البلد مليانة أفكار كويسة، البلد فيها دولة عايزة تنجحها، الرئيس عايز يمكن الشباب بأي شكل من الأشكال، وعايز الناس تكون مشاركة في بناء البلد دي، وعايز الشباب يوجه الطاقة بتاعته دي للعمل والإنتاج. وإحنا بنحاول قبل ما نعمل ده احنا بنحاول نكون ان احنا نكون نموذج للشباب ده. فطبعا الاستاذ عبير الخطيب والمهندس عبير الخطيب والمهندس اكرم حموده يعني بالنسبه لنا وفي وجهه نظرنا هم زينه الشباب اللي بيشتغل المحترم، اللي انا بعتبرهم على المستوى الشخصي اخواتي وشركائي زيهم زي زمايلهم. طبعا احنا بنفخر كشركة أفرولاند إن إحنا رغم إن إحنا شباب وإمكانياتنا إمكانيات قليلة، بنفخر إن إحنا نكون نقدر نعمل نموذج زي ده، بحيث ده يكون من مبدأ المشاركة المجتمعية في نهضة بلدنا في اللي بنعيشها دلوقتي، وده يكون جواز سفرنا في الفترة اللي جاية نقدر نخش بيه رؤية 2030 للتنمية المستدامة، ونكون أحد الركائز المهمة اللي بتساعد أو بتشتغل وفق رؤية الدولة في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة. وإن شاء الله بإذن الله قريب جدا بربنا الأول ثم مجهود الناس المخلصين اللي عند حضرتك دي، إن إحنا بإذن الله نطلع أول منتج من 1.5 مليون فدان وينزل السوق قريب من الصوب اللي عندنا هناك، ومن مشروع النخيل إن شاء الله بإذن الله يكون ان شاء الله باذن الله. اذا كان عندهم الشباب كانوا واخدين صور من العرض او عاملين تقرير عندنا يا فندم وهنعرضها، يا رب يتعرض والناس تشوفه، ودي ان شاء الله تكون بدايه باذن الله. هو انا لسه يا باشمهندس حالا كنت بقول للباشمهندس اكرم كان بيتكلم ان قد ايه بيبقى سعادتهم لما بيشوفوا لون اخضر في الارض الصفراء. قلت له انا كاني بالظبط قاعده مع الباشمهندس عادل زيدان، يعني بجد حضرتك بسيت الروح دي فيهم، وبقوا كلهم بيتحدثوا بلسان شخص واحد واهداف واحده اجتمعوا عليها. فاسمح لي اشكرك على بجد يعني انك قدرت تجمع حواليك حوالين هدف. والله يا فندم يعني عشان بس ابقى محق، يعني الناس اللي عند سعادتك دي ده طبعهم، انا يعني اكون اولا يبقى لي الشرف ان انا ازرع فيهم حاجه، لكن ده طبعهم مينة. طبعا المهندس اكرم ان هو راجل حي وراجل عنده ضمير وراجل بيشتغل من اول يوم شفته فيه،
لدرجة إن أنا بقول له أنا يشرفني إن أنا أكون عادل حمودة وأنت تبقى أكرم زيدان. وحضرتك بتتكلم معانا يا باشمهندس، الصور بتتنقل على أرق يعني معانا في البرنامج، ومنتجات غرب المنيا، وبجد حاجة تشرف. إن شاء الله بإذن يعني الله. إحنا بنشكرك جدا على حاجة كويسة قوي زي دي. لا يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك. وبالنسبة للأستاذ عبير الخطيب، بالفعل هي حد صبور، وحد يمكن أول مرة شفت الأستاذ عبير قبل ما تنضم لفريقنا، قلت لها يا أستاذ عبير أنت بتتعاملي وكأنك جندي مجند بس جندي مدني. وحضرتك قلت لو حد لو في اختيار ألقاب كنا نديها لقب وقلوة، لو تفتكر المقولة دي. لو أقدر أعمل كده يعني، لو لكن هي حد محترم وحد شغال وحد مجتهد. وبعدين أستاذ عبير يعني عندها رسالة أقوى من رسائلنا كلنا، إنها أول امرأة مصرية تنزل في مشروع المليون ونص فدان وتاخد أرض مشروع مليون ونص فدان وتنزل تزرعها بنفسها وتنزل تبات في الموقع، ودي حاجة كبيرة جدا. ده بتوجه رسالة للشباب النائم، فعلا الشباب اللي نايم، في ست قدامكم اهي، ست محترمة بتنزل تشتغل في أرضها وبتعمل مشروعها، والمنتجات قدامنا مشروع فعلا الشركة. وحضرتك بتكلمنا دلوقتي، لا هي نجحت انها تعمل بروتوكول شخصي كمان، غير انها في فريق افرولاند، انها تعمل بروتوكول شخصي مع شركة افرولاند ونشاركها، تشاركنا في الصوب، ويكون لها كمان مشروعها داخل مشروع مليون ونص فدان في منطقة الخريجين داخل المشروع. فهي مثال حي للي عايز يشتغل، ومثال حي للأمل وللاحترام وللجدية وللعمل، إن ست مصرية زي دي تنزل تشتغل في الأرض. وإحنا شايفين صور من أرض الواقع أهي، وهي في الأرض فعلا، وهي مع بالضبط. المهندسين، وهي في الصوب، يعني إحنا ما بنتكلمش كلام مرسل. الكلام ده يخلينا نخجل كرجال ونخجل كشباب، ان ست زي دي في ريعان شبابها تنزل وتشتغل وتقعد في الارض وتبيت في مكان ما فيهوش اي خدمات لسه، وتعمل اللي بيتعمل ده. ده تعظيم سلام لعبير الخطيب، وربنا يوفقها وربنا يديها ويرضيها. مهندس اكرم حموده المحترم اللي ما بيكلش ولا يمل من العمل، ليل نهار اطلبه الساعه 3 العيد الفجر، 4 الفجر العيد، الساعه 5، الساعه 6، الساعه 7، في اي وقت اطلب اكرم حموده، انا او اي حد بينتمي للشركه بيكون موجود، لانه مؤمن بدوره اللي هو بيعمله لوجه الله تعالى قبل اي حاجه، وراجل عنده ضمير اعصابه على الله خير، هو الاستاذ عبير، وده حقهم لازم ادولهم هم وزمايلهم اللي موجودين في الشركه المحترمين اللي زيهم كمان. هو شهاده حق يا فندم. شكرا لك يا استاذ عادل، هم جايين من المنيا. الشرف لينا يا استاذ عادل، وانت اخونا الكبير، وانت اللي بثيت فينا روح الحب اللي بيننا دي، رب يديمها يا رب دايما علينا نعمه، ووقوفك معانا وفي ظهرنا وفي دعمنا من البدايه، من قبل ما الواحد يعرف ايه هي ارض، ولا كان ليا شغل في ارض قبل كده، ومساندة سعادتك ليا في الأرض دي هي اللي خلتنا أتعلم إزاي بتعليمات سعادتك، إزاي أبتدي نبدأ في أي مشروع من بدايته، وإزاي نحركه، وإزاي نشتغل فيه، وإزاي يعني نقسم الأدوار. والشغل طول ما هو هدف سعادتك هدف وطني، وحبك لمصر وصل لنا، هو ده اللي باعث فينا النشاط والحيوية، وإن احنا نتفانى في شغلنا عشان نشرف بلدنا ونشرف وش سعادتك، ونرفع علم مصر فوق، وعشان نرفع اسم أفرولاند لإدارة المشروعات. ده يبقى شرف لينا إن احنا نكون أحد الناس اللي عاملين فيها. من ذوقك وكرمك واصلك، والله انتوا اللي بتسندونا مش احنا اللي بنسندكم، وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا كلنا للخير. وبشكر الاستاذ شيرين، وبشكر الاستاذ عبير، انا اللي بشكرك يا فندم ويا رب على دعمك لينا دايما بإذن الله وثقتك فينا. وفي الختام برضو لازم اقول تاني يعني تحيه اعزاز وتقدير واجلال
للقيادة السياسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في رؤيته في مشروع 1.5 مليون فدان لإنشاء مجتمع زراعي صناعي عمراني جديد إن شاء الله. نخف بيه أو يكون نقدر نعمل خلخلة للكتلة السكانية للزيادة السكانية اللي في القرى اللي بقت بتضغط على البنية التحتية، وبقى في صراع ما بين الأفراد على الموارد المحدودة في البنية الأساسية في القرى، بأن احنا نفرغ ده ونوديه للوادي الأكثر اتساعا، ونخرج من الوادي الضيق إلى الوادي الأكثر اتساعا، ولرؤية إن شاء الله الناس هتجني تبدأ تجني ثمارها الأيام اللي جاية، وتعرف إن كل خطوة محسوبة وكل كلمة محسوبة وكل حاجة بيتعمل لها حسابها وكل حاجة بتيجي في وقتها. ودلوقتي جه وقت مشروع 1.5 مليون فدان، كما اوجه برضو التحيه لشركه الريف المصري والقائمين عليها المهندس عاطر حنوره رئيس مجلس اداره وكل القائمين على المشروع، واوجه برضو التحيه للساده المحترمين الشباب الخريجين وصغار المزارعين والفلاحين وصغار الفلاحين والمستثمرين، كل الناس اللي ساهمت في مشروع 1.5 مليون فدان. إن شاء الله الفترة اللي جاية هيجني ثمار هذا الإنجاز الكبير اللي ما يقلش بأي حال من الأحوال عن العاصمة الإدارية، ولا عن المدن الذكية ال 14 مدينة ذكية جديدة، ولا عن أي مشروع قومي كبير. يبقى مشروع 1.5 مليون فدان في عين وقلب السيد الرئيس، ويبقى مشروع 1.5 مليون فدان هو لقمة العيش بتاعتنا، يبقى مشروع 1.5 مليون فدان اللي هيوفر لنا فرص عمل للشباب، يبقى مشروع 1.5 مليون فدان هو اللي هيقلل الفجوة الغذائية في مصر وهيأكل الشعب المصري كله، ويبقى مشروع 1.5 مليون فدان اللي عمل هدف لكل شاب عنده طموح أو عايز يشتغل. تمام، هو الحقيقة الواقعة دلوقتي أمام الجميع، اللي تقدر الناس الفقراء والناس المسطورين زي حالتنا يقدروا يساهموا فيه، هو بيخاطب كل فئات المجتمع، يعوض الرقعة الزراعية اللي تم التعدي عليها في الريف، ويعمل نودي ناس تشتغل ترجع ومعاها الخير للقرى القديمة بإنتاج 1.5 مليون فدان، اللي منه دلوقتي الأستاذ عبير الأستاذ أكرم قدام حضرتك أهو بيوروه. إن شاء الله إحنا لسه بنقول يا هادي، لكن اللي جاي كله خير إن شاء الله. إن شاء الله خير يا فندم، وأستأذن الأستاذة شيرين ان انا بقدم الدعوه كمان لحضرتك، وانت مش محتاج دعوه، انت صاحب مكان، انك تشرفنا في الموقع ان شاء الله الاحتفال بالسنه الجديده والمشاريع الجديده، ونبين قد ايه نموذج في اقل من سنه بنقدم نموذج حي لشركه افرلاند لاداره المشروعات تحت قياده حضرتك يا فندم. ربنا يبارك فيك يا استاذ عبير، وكل التحيه والتقدير ليك، وان شاء الله 2020 باذن الله تكون بدايه بمشروع 1.5 مليون فدان لخير ملوش نهايه ان شاء الله. ان شاء الله. واسمح لي حضرتك ان انا قريت الرؤيه بتاعت شركه افرولاند، انا عايزه اقول لحضرتك فعلا حضرتك والمجموعه اللي معاك هزمتوا مقوله من نحن لكي نفعل، لا انتوا عملتوا كتير قوي، ويا رب يا رب بالتوفيق. ان شاء الله احنا شباب افرولاند شباب بيبني بجد ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي. شكرا. شاكرين لحضرتك جدا يا استاذ عادل انك ما بخلتش علينا انك تكون معانا النهارده. اشكرك يا فندم، اشكرك يا فندم، اشكرك يا فندم. اشاده يا عبير، بس انا عايزه اقول حاجه، انت اثبتتي ان الست اللي بتحترم نفسها وبتحترم شغلها بتجبر الكل يحترمها. يعني استاذ عادل وضح لنا انك في موقع وبتباتي، يمكن انت تكوني السيده الوحيده، بس انت قدرتي تثبتي للكل او تفرضي على الكل. معلش برضو في حته اضافه، مش في اي موقع عادي، ده في المنيا، ده في المنيا في مكان ما فيهوش خطوط تليفونات، ده واحد بعده عن اقرب مدينه ليه مش ما يقلش عن 70 كيلو في الصحراء، يعني لا في تليفونات جهه اتصالات لو قدر لا حصل اي حاجه، تمام، ما فيش اي تواصل، ده واحد. اتنين، بعدها عن اقرب مدينه 70 كيلو، تمام، في وسط الصحراء، تمام، هتلاقي راجل،
تمام ب100 راجل، ست ب100 راجل. هي اثبتت بجد. ده فعلا. لا بجد خلاص والله. خلاص انت تعالي وفي ست هتسافر. طبعا انا بشكر اكرم على كلامه، بما انه معايش لا أنا مش الموقف مش دايما شكر. وانا لا عارفه بجد ان هو مش بيجامل، مش بجامل لأنه لا دي بجد حقيقة. اقرب حاجه امبارح كان في عاصفه في الموقع، ما تقدريش تشوفي كف ايدك قدامك، ومع ذلك كنا مستمرين في الشغل، لانه النبات ده زي البيبي لازم ترعيه، والا مش هتلاقيه. برضو حتى عاطفه الام او السيده غالبه ان يعني ما نسيتيش في وسط اللي انت فيه وفي وسط شغلك وفي وسط ده كله. انا بجد سعيده بيكي جدا، انت اديتي نموذج. انا لو عندي حلم هحققه اكيد، مش لو وسط النار لو وسط الصحراء. هو في مبدا انه ربنا ما بيخلقش في بني ادم رغبه او حلم الا لما بيكون خالق جواه المقدره على اثبات الحلم ده او الرغبه وتحقيقها. فالامومه دي غريزه فينا ما نقدرش طبعاً نمحيها، وده شرف لكل سيده انها تكون ام، لكل امراه انا اعتز انها تكون امراه كما ذكرت في القران. وانا برضو من كلام زميلي المهندس اكرم طبعا ورئيسي المباشر، انه احنا خلقنا في الموقع مجتمع متكامل واسر ومتعايشين مع بعض وبنساعد بعض وايدنا في ايد بعض دايما. لو جاري عنده شغل بنكمل بعض، انا عندي شغل جاري بيكملني، احنا الكل بيقول انه المشروع المليون ونص مليون فدان لسه ما ابتداش، لا ابتدى واحنا شفنا وابتدى بنجاح وابتدى بقوه، وعندنا نماذج كتير جدا في المشروع. طبعا لو ذكرت اسماء هبقى بظلم اخرين لاني مش هذكر كل الموجودين، لكن بجد احنا في الموقع وقريب جدا ان شاء الله، وفي وجود ان شاء الله هنكون معاكم باذن الله، في وجودكم وفي وجود مهندس عادل زيدان هيكون فيه منطقه خدميه متكامله، مخابز وكافيهات وكل الخدمات بايادي بسواعد شباب مشروع المليون ونص مليون فدان غرب المنيا، وبمشاركه شركه افرولاند لاداره المشروعات دايما اسمها هيكون عالي في غرب المنيا ان شاء الله. وده يشرفني انه كل مشروع وكل موقع في غرب المنيا، لانه اكبر مشروع للشركه ده شرف ليا انه يكون اكبر مشروع واكبر مساحه ارض، ويكفي ان هو رمز لمشروع المليون ونص مليون فدان. انتوا اثبتوا كشركه وكشباب ان مفيش بطاله. في شباب مش عايزه تشتغل او مش عايزه تشتغل الا الشغل اللي على مزاجهم، تمام، اللي هو عايز اتخرجت انا اقعد بقى ايه، استنى على مكتب بقى وعلى المكتب. واحنا معانا ناس سابت ده كله. لا او استنى دخل عالي. مفيش حد بيبدا بدخل مرتفع، ابدا بحاجه بسيطه وبفكرك، نمي دخلك ونمي مستقبلك، وانت اللي بايدك. مفيش على فكره مفيش شركه لا قطاع عام ولا قطاع خاص ولا دوله ولا اي، هيديك اللي انت بتطمح فيه. والله لازم ما انت بنفسك. عام. انا كان معايا وزير القوى العامله سياده الوزير سعفان، مفيش قطاع عام، ما عادش فيه وظايف. طب يا فندم، قال لك القطاع الخاص، وفرنا كل حاجه في القطاع الخاص، تامينات ومعاشات وكل حاجه. ففعلا يعني ان شاء الله في حلقات جايه ممكن ابقى اذيع المقطع ده من لقائي بمعالي الوزير. طيب مفيش، بالتالي قعدتك مش هتجيب حاجه. المفاجاه واللي شاهدها بعينه مهندس اكرم في الموقع ان احنا عندنا شباب في الموقع متحدي اعاقه ومن اول الناس اللي نزلت الارض، ويشرفني ان هم يكونوا نموذج معانا. تمام صح. يعني عندنا من اول الناس نزلت الموقع متحدي اعاقه. وانت قاعد في بيتك بتعمل ايه؟ شاب صغير في السن وبرده ما قعدش في بيته، ده نموذج احنا بنحبه جدا، ناجح الله اكبر. يعني انا يعني عن طريقك وعن طريق الباشمهندس اكرم، يا ريت بالنيابه عني توجهوا له الدعوه انه يكون ضيفنا هنا ان شاء الله. هو هنا اخونا وزميلنا وجارنا مصطفى جمال. يعني انا بحييك جدا جدا يا استاذ مصطفى، وفعلا انتوا اثبتوا ان انتوا مش متحدي اعاقه، انتوا عندكم اراده. وكمان عندنا زميل تاني مدرس، وكمان حب
يقتحم الصحراء، عمر عثمان برضو من متحدي الإعاقة، وعندنا أمثلة كتير. أنا مش أنا قلت في أول حلقة مش هذكر أسماء عشان منساش حد، منساش حد، بس بس ما أقدرش. دول مميزين، مميزين أكتر من اللازم فعلا. هو ربنا اللي ميزهم، وإن شاء الله هنشوفهم أحسن وأحسن. إن شاء الله نيجي معاكي بإذن الله، ده وعد للسادة المشاهدين، ونيجي مع الباشمهندس أكرم عشان الناس تكون عارفة إن إحنا كل كلمة بنقولها نقدر نثبتها لهم على أرض الواقع، ومش مجرد صور ومش مجرد كلامه بس. حضرتك كنت قايل فكرة هايلة جدا، ويمكن ده اللي ادانا فكرة إن إحنا نكمل حلقتنا وإحنا بنتكلم عن الأرض، وإزاي إن البقع الخضراء عندنا بقت محدودة جدا، وقد إيه وصلت لأسعار غالية جدا. تمام، ممكن توضح لنا فكرتك؟ الفكرة اللي كنا بنتكلم فيها إن بقرات بثمن ايراد ارضي، بثمن ايراد انا عجبتني الفكره جدا، يعني احنا كده بنوصل للناس اهو. بثمن ايراد ارض طين تقدر تاخد مساحه اكبر، تاخد كام فدان في الارض الصحراء بثمن ايراد ارض. احنا عرفنا ان ايراد الارض وصل لمبالغ هايله يعني. بثمن ايراد ارض طين تقدر بدل ما تستغل الايراد ده هتعمل فيه ايا يكون، حتى لو عملت فيه صوبه، انت في امكان تبيع الايراد ده وتيجي تاخد خمس فدادين في الصحراء بقراط. تاخد خمس فدادين والله في الصحراء، والله حسب المكان كمان، ممكن ياخد يا سيدي خلينا نقول فدان ياخد اكتر، ممكن ياخد اكتر والله. طب خلينا نقول فدانين، ومن غير يعني، لو فدانين يبقى ده حاجه برده جميله طبعا يعني. طب القراط بتاخد 48 قراط، تعالى نتكلم بالارقام. فانا ابيع القراط اللي هو الطين، واجي ابتدي شغل زراعتي في فدانين. الشغل بتاع القراط مش هيدي له انتاج الفدانين، والفدانين دول اعمل فيهم 24 قراط مش قراط واحد، اعمل فيهم 48 48 قراط. طب ممكن تقولي مسلسل يعني انا مثلا دلوقتي عايزه اجي اخد من ايفرولاند في المشروع مليون ونص فدان، ايه اول خطوه اعملها؟ ولو ارقام تقريبيه، انا عارفه ان في على تقسيط وعارفه ده كله، بحيث ان الناس ممكن تكون بتسمعنا دلوقتي تضرب ارقام في الهواء او تقول لك يا اصل انا معيش كذا، فممكن حضرتك تدينا يعني تسلسل تقريبي. بص حضرتك، انا يعني تنفيذي اكتر من ان انا يعني في المبيعات، عشان كده بقول لحضرتك تقريبي، ما اقدرش اقول لك الاسعار لان انا فعلا ما اعرفهاش، انا ما بركزش فيها ابدا يعني صراحه يعني. ايوه انا عارفه، انا بقول كنموذج في الريف المصري. كلمينا انت يا عبير، ايه من غير اسعار عشان الناس ما تفهمش ان احنا بنبيع ارض، يعني مثلا كتقريبي انا ممكن يعني اقسط على كام سنه؟ نموذج الريف المصري، احنا ده مشروع الرئيس، والمشروع اللي الرئيس حاطط دلوقتي عليه معظم امل مصر، لان اللي ما بيملكش قوته ما بيملكش حريته. فعلا. يعني ممكن التقسيط في الريف المصري على كام سنه؟ تسهيلات يعني. انا بتكلم ان يا جماعه روحوا سواء في افرولاندا او في اي حته تانية او في الريف المصري، ابداوا الموضوع مش صعب. مشروع الدوله طبعا هو مشروع مليون ونص مليون فدان، طبعا خطه اسعاره معروفه للجميع، 5% 5% تعاقد، يعني أيه. الدولة بتقول اللي معاه اللي معاه 5% بس ايا كان من المبلغ، خلينا نقول مثال يعني تقريبي، ممكن الناس تسمع الرقم تقول رقم كبير جدا، وممكن الناس تسمعه وتقول رقم بسيط جدا، بس هو كله بالإرادة وكله بالفكر، لأنه أفكارنا ليها ثمن. خلينا نقول مثلا أنت ب 100,000 جنيه ممكن تبدأ مشروعك، ومشروع مش صغير، أنت بتبدأ مشروع كبير وحلم كبير. وانا برضو هفضل ناس كتير ممكن تقول ان انا بتكلم بارقام كبيره، لا انا اهو من مكاني بقول انه الارقام دي مش كبيره على ارادتنا، على فكرنا احنا اتخلقنا على المساحه، احنا على الحلم، اتخلقنا عشان نفكر وعشان نبتكر وعشان نبدع وعشان نحقق. التقسيط في الريف المصري على كام سنه يا عبير؟ 12 سنه. يعني انا 3 سنين هبتدي ادفع 5% 3 سنين ايا كان المبلغ، هو 5% اللي هبتدي ادفعه. تمام. واخد 3 سنين، المقصود من 3 سنين ده انا بزرع نخل، لو بزرع نخل من لقائي مع الباشمهندس عادل زيدان، ان انا اجي في السنه الرابعه اسد قصاتي واسد حاجتي من المشروع. خلينا نقول برضو عشان برضو محدش يزايد علينا في الكلام، انه المشروع ابتدى كبير ومحتاج خدمات كبيرة جدا ومكلفة جدا جدا جدا، ومفيش حاجة في الدنيا كن فيكون إلا بأمر ربنا، فطبعا إحنا عندنا برضو محتاجين خدمات، هنفضل دايما نرجع لإحنا أبناء الدولة،
فدايما بنرجع ل دايما زي الابن ما هو بيرجع لأمه. انت بتتكلمي معانا دلوقتي ومعانا فيديو، حضرتك هتكملي كلام طبعا، بس بيوضح المجهود فعلا اللي حاصل على ارض الواقع. ده فيعني الصورة اقل من الواقع، ومع ذلك احنا وعدناكي بقى أنا انت استقبلينا، بس جهز لنا شويه خيار حلوين اهم حاجه عشان انا عاجبني جدا والفلفل. طب والفلفل؟ طب والله انا لسه هقول انا الفلفل في الثلاجه يعني، بس كان بس الواحد كده. لا انا بقول لك على الحاجات اللي انا خدتها قبل ما امشي. حاجات ما عندك في الثلاجه يبقى احنا مش هنجيب تاني بقى، احنا عايزينه يخلص عشان نبعد. لا انا بقول فعلا والله رساله، ده معناها ندل على شيء يدل فعلا ان هو ارجاني. بصي يا استاذه برده ما فيهوش الحاجه يعني، انا دي شهاده حق والله العظيم، مع يعني الحاجه كانها لسه ارض بكر ارض صحيه، احنا بنجيب حاجات من السوق وشايفين ارض بكر وارض صحيه، فلازم يكون منتجها. انا ما كنتش متخيله كده تماما على فكره. جيد. برضو من برك هنا انا احب اقول انه مشروعنا محتاج كتير، محتاج خدمات كتير، محتاج طرق، محتاج شبكات اتصال. مع ذلك بدانا ومع بدأنا ذلك عملنا. ومع ذلك الحمد لله وأنتجنا. احنا عندنا في غرب المنيا يعني ممكن نقول افضل حالا من المغرى، وانا برضو شريك في المغرى، لكن الطرق في المغرى ابتدت متاخر شويه، ولكن ابتدت ان تاتي متاخرا خيرا من الا تاتي، فهي ابتدت وان شاء الله تكمل على خير. في المنيا الطرق بسم الله ما شاء الله شغاله على قدم وساق. وبعدين برضو شركة أفرلاند برضو بتساعد اللي هو ممكن ما يقدرش ان هو ياخد حتت كبيرة، مساحات كبيرة، يشارك معانا، يشارك في معنا مساحات ايه صغيرة تحت مظلة شركة أفرلاند. ده كفاية مشروع نخلتك ثروتك. أيوة يعني انا لو مش معايا الا تمن نخلة. ده مشروع، ده جزء نخلتك ثروتك جزء من المشروع. انا بقول على المشروع اللي كان معايا انا من عادتي ما بحفظش، انا تقريبا. طيب احنا عندنا كمان كل تفاصيله، احنا عندنا كمان في نفس الموقع مشروع الصوبة الزراعيه، ان انت ممكن تبقى مستثمر في صوبة زراعيه، شريك صوبة في واحدة. صوبة واحدة شريك في انتاجها، يعني معنى صح احنا وفرنا له كل حاجه، تكلفة كل امكانياتك. احنا زي ما قلت الاستاذ عادل احنا بنخاطب جميع الفئات. يا جماعه ما فيش حاجه اسمها ما فيش شغل، في حاجه اسمها ناس عايزه تشتغل وتدخل دخل ان شاء الله يكفيها، هي تشيل عبء نفسها حتى على الاقل الاول على ما تشيل عبء اسره. لا احنا الحمد لله رب العالمين بشاير الخير. لا لا يدرك كله، لا يدرك كله. انا مش قادره اعمل كده. بشاير الخير في غرب المنيا. انت طريق الواحات من سنتين اتنين بالظبط، ويشهد على كلامي مهندس اكرم، كنا نخاف نمشي فيه. احنا بنمشي ساعه الا ربع لحد ما نوصل اول الموقع بتاعنا. ما فيش دلوقتي عربيات داخله، عربيات خارجه، عربيات كومبوست، عربيات عماله. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا جعل منتفعي مشروع المليون ونص مليون فدان في غرب المنيا باب رزق لاهل المنيا، ان احنا يوميا مش اقل من 10 عربيات عماله بتدخل الموقع. كل الله. عربيه ما فيهاش اقل من 20 و25 يعني بنتكلم على الاقل عن 200 فرد يوميا بيشتغل. النقطه دي اللي انا كنت بتكلم فيها في وعندنا فيديوهات ان هو من ضمن ان انت تختار حته ارض قربك للمدينه ومن ايه من العماله اللي هي الفنيه. لا 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 العماله اللي متوفره اللي تقدر جدا تجيبها تساعدك واسعارها كويسه. انا عندي انا بتكلم عن المشروع اللي بنتكلم يا جماعه من ارض الواقع. الباشمهندسه عبير بتتكلم عن عماله هي بتشتغل معاها بالفعل وبتوفرها بالفعل. احنا لسه مش حاطين دراسه جدوى. بصي يعني انا عايزه اقول لك من اشطر العماله اللي انا نزلت معايا، بصي فاهمين جدا. يعني انا اقول للمقاول بتاع الانفار انا عايزه انفار تزرع زيتون. يعني انت بتحددي له نوع الزرعه؟ بتختلف دي عنك. بتختلف، لانه هو بيسالك احنا هنعمل ايه عشان يجيب الناس المناسبه لل يعني. بصي في شغل كل العماله تكون ستات. ده شغل ايه بقى؟ ده شغل ممكن فرد خراطيم، فرد كومبوست وسباخ وكده، جمع محصول، الحاجات اللي هي مش محتاجه مجهود عضلي قوي. مثلا هنزرع نخل، لا لازم رجاله عشان عايزين فاس وعايزين مجهود وعايزين جور تتعمل وكده. بنزرع مثلا بننقر مثلا في فول وفي شعير وفي قمح والحاجات الحاجات دي، نجيب اولاد سن 16 ل 18 سنه. ففي نشاط، في معدات كتير شغاله في الموقع. هو اسمحي لي برضو اوجه التحيه لشركه الريف المصري، لان كان استاذ عادل في لقاء معاه قبل كده قال لنا
ان الريف المصري مصري بدأ من حيث انتهينا. يعني انت الاول كنت بتشتغل في ارض وما معكش عقد ليها، دلوقتي لا، بتشتغل في ارض وبعدين لسه تمهد لها الطرق، تمام. دلوقتي لا، يعني انا بجد من كتر ما الموضوع غرب المنيا يختلف عن كل المشروعات. احنا دخلنا مشروع غرب المنيا على طريق اسفلت لحد رأس الأرض، وإحنا فعلا بتعرض قدامنا دلوقتي مدقات داخلية برضو جيدة بنمشي عليها بسلاسة وبنوصل بسلاسة، وإحنا بنكمل لأن إحنا ما دخلناش في الاستراحة، معلش أنا آسف، إحنا بنعمل إيه بأقل تكلفة، مش يعني مكلفين جامد في الاستراحة، علشان ما نرهقش الناس، وآدمية جدا. هتشوفيها إن شاء الله لما تكمل، والله إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله معاكي إن شاء الله خلال الشهر ده، مش مكلف قوي بس إنساني جدا، تمام. يعني لو كنموذج آدمي، وشغل الأب ده اللي بيستحمل الصيف والشتاء كده مكيف ذاتي، تمام. رساله بتوجهها معانا لان للاسف برضو الساعه عدت معرفش ازاي، يعني حضراتكم تقريبا بتدخلوا وبتسرقوا الوقت. لا هي مش تقال عليها بعد كده، طالب ان احنا ناخد ساعه ونص لو سمحتوا. انا لا الوقت بيروح معاكم بشكل فظيع. رساله كده اكرم معاك كام دقيقه. رساله انا بوجهها للشباب كلهم، انا بتمنى ان كلهم يعني يبقى لهم هدف معين، ما يقعدش في البيت، ابتدي بنفسك، فكر في ان في حاجات ممكن تبتدي، حاجات صغيره انت اللي ممكن تكبرها، وجه فكرك لحاجه معينه وابتدي ازرعها وتوجه ليها او بادر فيها، وانو النيه لله ربنا هيساعدك وان شاء الله تحقق. حلو قوي، انو النيه لله فعلا واشتغل، انو النيه لله انك تشيل نفسك، صدقني ربنا بعد كده هيقدرك انك تشيل اسره كامله. كل واحد فينا بيعلم ابن او بنت بيبقى اقصى امانيه، وبعد كده يصرف على نفسه عشان يتجه لاخواته التانيين، مش عشان يقعد جنبه. لو قلنا لك يا عبير توجهي كلمه شكر، هتوجهيها لمين؟ كلمه شكر هيوجهها اولا لله، بعدين بناتي مريم تانيه ثانوي ازهري وملك تانيه اعدادي ازهري. انا عايزه اقول لهم انه انتوا البطلات الحقيقيات، انتوا بطلاتي قبل ما تكونوا بطلات المشروع، لانه بجد هم سندي، هم اللي واقفين في ظهري. الحمد لله انه هم فخورين بيك يا عبير. اكيد انا اللي فخوره بيهم، لانه انا بحس ان هم في غيابي مسؤولين اكتر من وجودي، وان انا نتيجه تربيتي 16 سنه هو دلوقتي انت في غيابي بيبان. انت اثبتي ان اللي ناجحه في شغلها ناجحه في بيتها، الله ينور عليك، وابن الوز عوام. انت اثبتي لاي حد ان اللي ودموعك دي ان دلت على شيء، دي دموع فخر، تمام. اللي ناجحه في شغلها ناجحه في بيتها. انا مش هكسب حاجه لو انا ناجحه في شغلي ومش ناجحه في بيتي، لا، ده احنا بنربي اجيال واولاد وبنات قد المسؤوليه. انا يكفي لان احنا في الاخر بنشتغل ليكم مش عشان نخسركم. انا سعيده بيكم جدا، وباكد تاني على اهميه موضوعنا، واسمحوا لي انا هفرد له حلقات وحلقات، لان دي رساله الله في الارض، وزي ما قال سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام لجلل الموضوع، اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرزها. فبتهيألي مش هلاقي احسن من ده ان انا اختم بيه لقائي مع حضراتكم، ووعدكم ان احنا على لقاء دايم معاكم، وان احنا دايما هندور على اي بادره خير وننقلها لكم. اشوفكم الحلقه الجايه.